بهالقسم هيدا رح منشوف كيف نقدر نعمل عملية حساب بين نقطة ونقطة تاني، أو نقطة ولائحة نقاط، أو نقطة ومخطط أو لاين. رح نروح على كوجو. كوجو بتعني كوردينات جيومتري. نضغط على انفرس. إذا كان بدنا نشتغل بين نقطتين نضغط عن جديد على انفرس، نختار النقاط، فينا نحط الرقم أو من الخارطة أو من لائحة النقاط، ومن بعدها بنضغط على calculation. هون فينا نشوف إنه بين نقطة 200 و201 الاتجاه أو الزاوية 241-25-03، المسافة الأفقية، الفرق بالإحداثيات، الفرق بالشقلة بتبين كمان عنا هون، الميول و المسافة المائلة. فينا نشوف الخارطة بتبين للنقاط اللي عم نشتغل عليها. خيار تاني انه اخد المسافة بين نقطة ومجموعة نقاط. تنقدر نقوم بهالعمل هيدا، اول شغلة بدنا نعمل شيء اسمه point list، لائحة نقاط. تنقدر نخلق هاللائحة منروح على edit، ومن بعدها منروح على point list، نعمل add، نعطيها اسم، اي اسم منريده، رح بتركه point list 2. ومن بعدها بدي اختار النقاط. في عندي عدة خيارات فيني نقيهم برينج، مثلا من نقطة رقم كذا لنقطة رقم كذا حسب الكود، حسب string او الى اخره. رح بختار range، رح اقول من نقطة رقم 201 الى نقطة رقم 204، هيدي اللائحة اللي بريدها. وهيك بنكون خلقنا لائحة نقاط. بنقول له اوكي، بنسكر هالمربع، بنرجع على كوجو انفرس، بعدين بنختار انفرس بوينت تو بوينت ليست. هون بدي اختار نقطة الارتكاز مع اي بوينت ليست. بوينت ليست رح بختار بوينت ليست رقم 2 يلي حكينا عنه، وبقول له كالكوليشن. بس قول له كالكوليشن بيعطيني المسافات من نقطة رقم 200 لكل نقطة من النقاط اللي موجودة باللائحة. وهون فيني شوف كمان الخارطة بتبين للنقاط اللي عم بشتغل على أساس. خيار ثالث انه اعمل انفرس بين نقطة ومقطع لاين. هون فيني اختار نقطة الارتكاز ونقطة او المقطع اللي بريد اشتغل على أساسه. فيني اختار اول نقطة مع اتجاه، اذا بعرف الاتجاه، او من نقطة لنقطة تانية، تنعتبر من 201 ل 202 و204، ومن بعدها بقول له calculation بيعطيني المسافة والأوفست، قديش بعيدة هالنقطة عن المقطع. هون مساقبين بنفس الاتجاه.